أكيد إخوان مسلمون تيمين فنانة فنانين كل واحد حاول يساهم دخل في الكونت ديال الحاجة قبل الوزارة اللي كان عندهم الأمس أنا وسط محمد. بالنسبة لهاد الندوة الصحفية باش نتكلم على واحد مبادرة نبيلة قوية جدا لصالح واحد الرجل اللي أسدى الشيء الكثير مشير الحي المحمدي كرة القدم اللي فيه الثقافة اللي كينا في دار الشباب ديال الحي المحمدي ولكن في المغرب كله. درنا هاد المبادرة لأن العائلة ديالو عندها مشكل اللي وقعت فيه ديال السكن وكان لازم علينا باش نقوموا بالواجب بعد اتصال ديال السي محمد راكوب اللي هو ولد الحي فاعل جمعوي اتصل بيا خديت المبادره واتصلنا بفعاليات ديال المجتمع اصدقاء الوزاره الوصيه الجمعيه الملكيه المغربيه لكره القدم مؤسسه محمد السادس الابطال المسؤولين على الجامعه الرئيس نادي الحي المحمدي ديال الصخور السوداء رئيس ديال الجهه والاخوه اللي معاه ديال الدار البيضاء الكبرى فكل بان النداء ديالنا وتعاطف كبير باش ان شاء الله غيتقام واحد مباراه كريميه جوج المباريات يوم الاربعاء مع الساعه 1 المنتخب النسوي ضد فريق الاتحاد البيضاوي النسوي وكذلك من بعده الساعه 3 منتخب الدار البيضاء مع ضد فريق ديال الاتحاد البيضاوي الاول. نتمنوا بان الجمهور يجيب كثره المدخول ب 20 درهم باش يساهموا ويدعموا وبالليل ان شاء الله تكون واحد السهره بمركب ثقافي ديال الحي المحمدي اللي غيكون فيها ناس الغيوان تقادة السهام عاطير فهيد وكلهم هاد المغنيين لي كوميك كلشي بالمجان ان شاء الله غادي يشاركوا. والسهره كما قلت هي راه ب 20 درهم الدخله تمناو الاخوان بانهم يساهموا ويدعموا ولكن كل الامور مشات على الوتيره ايجابيه جدا من ناحيه ديال السكن كل شيء بخير الحمد لله. ومن بعد الناس الزوجه ديالو ان شاء الله تكون في واحد المكان اللي امن لان تبارك الله عليها قدمت شيء لكثير الى جانب الزوج ديالها وكذلك جميع الاولاد ديالو ولا البنت ديالو سميره اللي كانت رئيسه ديال الاتحاد البيضاوي فهاد العائله تكرم في اسم رجل كبير وهذا الشيء كان واجب علينا باش نقوموا به. تنشكر الجميع تنشكر الصحافه بجميع المنابر ديالها لان من الداعم ديالنا باش حتى حنايا تنتشجعوا ونزيدوا في هذا الواجب اللي علينا. هذا السيد الرئيس هو هنا السيد الروح ديال التضامني في اطار التضامن اللي معروف عليه الحي المحمدي اننا نتجندوا كاملين باش اننا ننجحوا هاد جوج ديال المحطات. هضرك على 6000 ريال نمشيو عندهم السمعه وما نستناو عاق فقط. ها السيد يلاك